أن تصل دولة في انتقادها لوسيلة إعلام دولة أخرى ووصفها بالحثالة، فهذا حقا أمر غريب. قناة الحثالة، هكذا اتهمت الحكومة الجزائرية من خلال وكالتها الرسمية وسائل الإعلام الفرنسية وفي مقدمتها فرانس 24 التي تقف وراء ما أسمته الحملة الإعلامية ضد الجزائر. وقد ساهمت الوكالة في تقريرها استعراض التهم الموجهة لقناة فرانس 24. ولكن ما هي الأسباب وراء هذا الهجوم؟ تمحورت احتجاجات الجزائر حول المعالجة الإعلامية لقناة فرانس 24 لأزمة الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة من بلاد الجزائر، حيث اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية القناة الفرنسية بتأجيج الكراهية بتجاهلها للمناطق 17 الأخرى التي اندلعت فيها الحرائق، معتبرة أن التغطية الإعلامية اقتصرت فقط على ولايتي البويرة وبجاية وهما واقعتان في منطقة القبائل. فمنطقة القبائل التي تتموقع في الشمال الجزائري والمعروفة بحركاتها الثورية ضد النظام الجزائري، دائما ما كانت تطالب بالانفصال عن الجمهورية الجزائرية وإقامة دولتها المستقلة. وبالرجوع للموضوع، فوفقا لبيان وكالة الأنباء الجزائرية التي هذا التعامل خدمة لما وصفته باللعبة الخبيثة التي تخطط لها حركة ماك، حيث تطالب هذه الحركة بانفصال منطقة القبائل التي تتمتع بأغلبية أمازيغية وتتخذ من باريس مقرا لها. ومن المهم التأكيد أن هذه الحركة غير مرخصة في الجزائر، وقد صنفتها الحكومة الجزائرية ضمن المنظمات الإرهابية. وفي بيانها، لم تتوقف وكالة الأنباء الجزائرية عند هذه النقطة فحسب، بل أرادت أن تؤكد أن معالجة قناة فرانس 24 لملف الحرائق في الجزائر يؤكد صوابية القرار الجزائري الذي اتخذته السلطات بغلق مكاتب هذه القناة على أراضيها، أي على الأراضي الجزائرية. وتباينت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بيان وكالة الأنباء الجزائرية والرسائل التي ترغب في إيصالها إلى السلطات الفرنسية. فهناك من يرى أن وكالة الأنباء الجزائرية استخدمت الكلمات بشكل دقيق ووصفت الوضع الفرنسي في إفريقيا بدقة، خصوصا وأن المقال نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية التابعة للرئاسة الجزائرية. لكن الأكيد هو أن الجزائر لم تصل يوما إلى هذه الدرجة من الانحطاط التي تم وصفها في المقال، حيث إن التصعيد الأخير بين وكالة الأنباء الجزائرية وفرانس 24 يشير بالضرورة إلى إصابة الجزائر بالزهايمر في مراحل متقدمة. على الرغم من التوترات الأخيرة، إلا أننا لا ينبغي أن ننسى أنه في زيارة ماكرون الأخيرة للجزائر تم استقباله بحفاوة من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتم توقيع وثيقة مشتركة تعلن عن شراكة بين الجزائر وفرنسا، وهذا يعكس تحسنا في العلاقات بين البلدين. لكن من الطبيعي أن تظهر بعض التوترات والصراعات الزمنية، وهذا ما يحدث في العديد من العلاقات الدولية. لكن الواضح أن العلاقات الجزائرية الفرنسية غير مستقرة مرة أخرى، حيث تم تأجيل زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في منتصف العام الحالي. وعوضا عن ذلك، قرر تبون التوجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن ثم إلى الصين. وهذا يشكل رسالة واضحة من تبون لفرنسا بأنه لم يعد يرغب في تعزيز العلاقات معها، ويظهر ذلك بشكل واضح عندما ننظر إلى الجولات الخارجية التي قرر الرئيس الجزائري القيام بها للقاء قادة دول أخرى بدلا من زيارة باريس المؤجلة إلى أجل غير مسمى. وأنتم ما رأيكم في القرار الجزائري؟